السلام عليكم خاوتي خواتاتي ومرحبا بكم جديد في قناتكم اخبار بلادي في بلد الخيرات خاوتي كما راكم تشوفوا تحرب باش تلقى الماء تلقى النفط والغاز وهذا ما الذي حدث مع مواطنين من ولايه تيارت كما راح معكم في الفيديو هذا في الاخبار راح نحكي شوي على المروك وكيف ان الامارات تخون المروك يعني سبحان الله خائن يخون خائن وهنا نحكي على الحكومات وليس الشعوب باش ما خاوتي أما على مستوى في الجزائر فكانت هناك العديد من الحرائق مؤخرا وكثير من الناس شكت قالت بلي حتما الحرائق هذه كانت مفتعلة يعني بعدك مش قاع راح تنوض في الولايات وتبين لاحقا بأنه بالفعل الحرائق هذه كانت مفتعلة راح أشارك معكم التفاصيل اللي خرجت بها يعني أعوان الحماية المدنية وأعوان التحقيق بخصوص هذا الأمر كنا قلنا لكم بلي الجزائر عاونت تونس تطفي الحرائق هذه المرة تونس هي اللي عاونت الجزائر تطفي الحرائق أمر هذا كان مفاجئا كثير من الفيديوهات الأخرى راح قناة تلفزيونية ضخمة في إسبانيا تسخر من كما عطلهم أمير المؤمنين ملك المروك والمروك يعني توجه غضبها إلى الجزائر تقريبا الهجمات اللي صاروا مؤخرا على المروك وعلى نظام تاعهم وعلى الملك تاعهم لم يحدث ولا مره من القنوات الجزائريه، رانا كلنا نشوفوها الان من القنوات الإسبانية والأجنبية كما حشاكم معاكم والمزيد من الفيديوهات اللي إذا كفنا الوقت خاوتي نشاركوها معاكم كما هذه هي أبرز عناوين أخبار اليوم كان وصايا خاوتي أنا حاب نوصيها لكم قبل ما نبدو الفيديو وصايا مهمة للغاية مؤخراً الدعم تاعكم قص شوي خاوتي الله يحفظكم كليكيونا على زر الإعجاب هذا أمر راح يساعدنا بزاف خلينا نتصدوا الحملة السنية لأنه مؤخرا كثرت ما أدى إلى حجب قناتنا خاوتي إيماجينيو ما راح احفظكم كليكيون على زر الاعجاب واشتركونا في القناه وفعلوا الجرس الامور هذه كلها راح تدعمنا صحيتو خاوتي بلا ما نطول عليكم يلا لتفاصيل الاخبار مباشرة في الخبر الاول فيديو مفاجئ صراحة في بلد الخير والخيرات جاء فلاح ولا والله ما نعرفوش هذا حفر باش يجبد الماء فجأة لقى روح يجبد في النفطة. الان اصبح له بئر تاع نفط مش عارف الامور كيف تمشي في الجزائر خاتي

اكتشاف عظيم خاوتي ديروا في بالكم باللي النفط يسمى بالذهب الاسود هي ثروات الان لا يمكن الاستغناء عنها كما على بالكم يعني الطلب العالمي لماده الغاز راه يزيد الجزائر اصلا ديمارات مشاريع بملايين الدولارات من اجل التنقيب عن الغاز لكن في بلد الغاز وبلد الخيرات تحفر تلقى الغاز في امريكا عندهم واحد السيستم يعني اللي يلقى الغاز يقدر يستغله ويخرجه ويعطي فقط للدوله الضرائب وبعض الارباح لكن في الجزائر كل ما يعني تلقاه في الارض هي كلها ملك للدوله لكن على الاقل نتمنى من الحكومه الجزائريه اذا اكتشفت بلي هذا يعني البئر كبير جدا من الغاز تعطي تعطي للشخص اللي اكتشف هذا البئر مكافأة الأمر اللي راح يشجع الكثير من المواطنين يكتشفوا أمور مثل هذه يبلغوا فيها الدولة بس انتم اخوتي في هذا الموضوع؟ خبرونا في التعليقات. الامارات تتخلى عن المروك. لوقت طويل الامارات كانت تعطي الكثير من الاعانات الماليه للمروك لانه المروك يعني تلعب دور حاسم وكبير جدا في تلبيه كل طلبات ورغبات الامارات في المنطقه. لدرجه اذا راكم شايفين خاوتي واحد الخطره الامارات عطات للمروك 15 مليون دولار باش فقط المروك تنشر الاكاذيب على الجزائر وتخلي دول الساحل تكره الجزائر الامر اللي قريب نجح لانه وراءها مباشره مالي اعلنت العداء للجزائر بصح دوك يعني الان كما على بالكم لوقت طويل المروك كانت تحت يد الامارات لانه الامارات كانت تعطيها دراهم لكن يبدو انه الان الامارات توقفت عن دعمها للمروك يعني الاعانه الماليه الامر هذا كان ضربه قاضيه للمغرب لانه الان رغم ان المغرب في ديون تقدر ب 106 مليار دولار المغرب الان اضطرت ان تطلب المزيد من الديون 420 مليون يورو تمويلا من البنك الافريقي للتنميه اذا راكم شايفين خاوتي الجزائر حاطه في هذا البنك للتنميه لدعم الدول الافريقيه وليس لدعم المغرب بصح الامور منه وروح راح تزيد تسوء بالنسبه للاقتصاد المغربي اكثر بكثير لانه الجزائريه محاولات تقطع الكهرباء كما قلنا لكم على المروك فالان سبحان الله يعني نظام المخزن حاصل روحه حرفيا ما بقاش في يدو حلول اخرى من, غ... من غير التخلي عن التطبيع ومحاوله التقرب للجزائر بما يرضي الجزائر طبعا من خلال ترك الصحراء الغربيه لاهلها ووقف التطبيع وربما حتى تغيير الملك ويا ربي انتوا خاوتي خلينا نتخيلوا باك ماشي نقولوا نتخيلوا مع بعض ما هي الامور اللي قادر تديرها المملكه باش الجزائر تسمح لها وتعاود ترجع العلاقة جيده معها وهل ترون انه الجزائر ضروريه جدا من اجل النهضه باقتصاد المروك خصوصا انه أهل الشرق تاع المروك يقولوا هذا الأمر يقول بأن هذه الحدود مفتوحة بين الجزائر والمغرب كانوا عايشين لا لكن الأمور توقفت هنا بخصوص المروك قنوات عالمية الآن، قنوات إسبانية، وخطر اللي فاتت يعني عندها واحد الشهرين ولا ثلاثة أشهر، كنا شاركنا معاكم فيديو لقناة بلجيكية تقول على الملك الم... محمد السادس 106. الآن أصبحوا يستهزئون به في القنوات الإسبانية. قدر ما نفهموش اللغة، ولكن نقدر نفهموا الجست، فراه يعيط ويضحك عليه. شوفوا خوتي، هم يعني يضحكوا على الملك المروق. <applause> Y además que no te puedes vestir así cuando te vas a ver a la Storm Morgan Freeman no por favor Boris es Morgan Freeman mi amor totalmente pero menos mal que cuando tiene actos oficiales Floyd Yo no bien me estás hablando el lipsete o casi lo que nos llevó el diálogo el Tú cuando tienes programa de repente tiene un rato oficial y vuelve a ponerse una túnica maravillosa con un hombre que le besa los pechos, que deberíamos besarlo más los pechos, yo pienso totalmente. En este programa deberíamos pensarnos porque hay mucho pecho. Este es el Tau Vallean, era el FIA 3, no soy Djiboe de Suera, ¿de cuál es? ¿Djiboe de Suera? Yo voy a mudar a la de Arhal, o soy Djiboe de Suera. ¿O soy Armachaloso, ¿no? Oh, señor Jamé, se lo pido, se lo pido por favor. Deje esos modelos, mi amor. En el ángel no le escojo, Jauti. ¿Has puesto el quién? Deje esos موها السادس. آه قالك قال لك الإعلان الاسباني كما راكم تشوفوا يستهز بامير المؤمنين كما يعيط وكثير من القنوات الاخرى عبر العالم على الجزائريه اللي تتلام بكرهها الشديد لما يحدث لملكهم رغم انه اجبدوا لي الان خاوتي قناه الجزائرية هذا الشهر كومبلي بدات هكا تضحك على الملك المروكي ودير كيما راه يدير المذيع هذا ولا وين حتى قنوات بلجيكيه كما قلت لكم وقالت عن الملك المغرب انه محمد السادس بسبب طريقه لبسه يعني مازال يلبس الفيستا تاع الجلد رغم كبار سنه ويدور في الشوارع ويسكر في شوارع باريس ولكن ما تلقاوش القنوات الجزائريه تتحدث على هذه المواضيع فتوما في هذا الموضوع خالتي خبرونا لكم في التعليقات مؤخرا كان هنالك عمل مشترك جميل جدا بين الجزائر وتونس هنا خاوتي الطائرات هي طائرات جزائريه اما البلاصه هذه فهي الحدود بين الجزائر وتونس وهنا الجزائر كانت تطفي الحرائق اللي في الجزائر ومور هذيك البنيان الحرائق اللي كانت في تونس لكن في الحقيقه ليس هذا هو الامر الوحيد الذي حدث فبعد ان قامت الجزائر بمساعده تونس تونس بدورها ايضا قامت بمساعده الجزائر من خلال اطفائها للحرائق بعد ما طفات الحرائق في الجهه تاع تونس آه الاعوان تونس ما توقفوش في مكانهم وانما زادوا دخلوا باش يزيدوا يطفوا الحرائق اللي ناضت في الجزائر وكان العمل مشترك هذا الصفوره تاع تونس والحموره هما تاع الجزائر هايليك مركز حمايه الغابات بغاز الدماء وهذا خاوتي داخل في اطار التعاون الثنائي الجزائري التونسي في مجال الحمايه المدنيه حيث شاركت فرقة من الحماية المدنية التونسية في إخماد الحريق الذي اندلع أمس في المنطقة الحدودية مشته. أم القطاطف الماء الأحمر بلدية عين زلة ولاية سوق هراس الزانة بلدية عين الزانة ولاية سوق هراس ثم في العمل المشترك لقيت بزاف تعليقات زعفانين قاعدين يقولوا لي اه لازمش في المروك المروك آه تبروفيتي من الجزائر وكل هذه الامور الحقيقة خوتي كثير من الجزائريين يرى أن العلاقات الجيدة بين الجزائر والمروك ومدام الجزائر عندها الكثير من الخيرات نورمال تسمح للشعب المغربي وليس الحكومة المغربية أحيانا يدخلوا الجزائر يعني لي ساكنين قرب الحدود الجزائرية ويدوا لي تاع الجزائر لأنه رخيص وحتى السلعة الخوضة الفواكه الماكلة لأنها رخيصة أرى أنه في حين كاين بزاف جزائريين ما يقبلوش بهذا الأمر كاين بزاف جزائريين أيضا يقول لك نورمال معليش تونس خاوتنا بصح نتوما واش لكم رأيكم في التعليقات اما بخصوص الحرائق هذه اللي رانا نشوفوها دائما سبحان الله يعني تقريبا راني في كل فيديو نشارك معاكم خبر تاع الجزائر تقوم باطفاء الحرائق التحقيقات في قضيه نشوب الحرائق على مستوى ولايه غابه الحمام لبلديه بوخليفه بولايه بجايه كشفت بانه هذه الحرائق كانت مفتعله ليس ذو حسب بل حتى ان الدوله الجزائريه قامت بالقبض على شخصين في قضيه حريق الغابات في في غابه الحمام هوليك الخبر قالك كشف عناصر الدرك الوطني بولاية بجاية عن فتح تحقيق في قضية نشوب حريق على مستوى غابة الحمام بلدية بوخليفة ولاية بجاية حسب البيان فقط أفضل التحقيق في قضية توقيف شخصين متورطين في نشوب الحرائق وشوفوا شحال في عمارتهم خاوتي يعني هذا الأمر اللي ما يتخش في الراس الشيب والعيب أعمارهم بين 60 و 76 سنة تم توقيفهم من أجل جناية وضع النار عمدا في أشياء مملوكة له وامتدادها لأملاك الغير ويبدو انه هذا الاشخاص ما يتعلموش الدرس رانا شفنا الحرائق تاع 2021 وكيف ناضت بعد تم اتهام ظلما الشهيد نعم خاوتي الشهيد جمال بن اسماعيل الله يرحمه راح ضحيه وعلى, وعلى جذر القضيه قريب نضت حرب اهليه في البلد فتوما في هذا الموضوع خاوتي أخيرا في الأخبار تم تداول فيديو مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر إلى ما وصلت إليه الدعارة في المروك أصبحت تقريبا في كل مكان هذه في الدار البيضاء فيديو هذا مأخوذ من تاريخ 13 جوي 2024 وشوفوا خالتي خليكم الفيديو بلا ما نهضر بزاف يعني لا يا شو الدرياش قصيراش 16 عام 17 عام كواريث هذا الشيء هذا كواريث باقيين صغار هذا هذا راه لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة شوف كيما راكم <applause> تشوفوا في هذا الفيديو يعني الشرطة راهي متخفية ماش لابسة راهي لابسة زي المدني ماش لابسة زي العمل ودخلوا وحكموهم شنو كاين هنا هذا الشيء هذا كواريش مشكورين رجال الامن على قبل المجهودات اللي تيقوموا بها عناصر رجال الامن مشكورين هنا بمنطقه انفر اللي هذوك محجوز هذا الشيء باش يخدموا هاد الناس بصراحه مشكورين على المجهودات هذه احيانا نلقى في تعليقات ناس يقولوا لي الامور كما هذه تحدث في الجزائر لا ما تحدثش عليها في حقيقة أن الأمور هذه قادر أحيانا تحدث في مناطق محدودة جدا من الجزائر وبتدخلات يعني حتى ما تلقى الجزائريين إلا أن عمرك ما تلقى القصار في اللعب وحتى إذا قلنا الأمور تحدث في الجزائر ما تحدثش في الجزائر فقط وإنما تحدث في كامل بقاع العالم سبحان الله تلقاوها في كل العالم دول متطوره متخلفه لكن أعلاه شاركوا الامور اللي تحدث في المروك يعني هكا في الحقيقه خاوتي الامور هذه تحدث بزاف في المروك يعني اذا صرات خطره واحده في الجزائر تلقى الجزائر كومبليت تقلبت وسمعت بهذا الخبر لكن في المروك اصبحت الامر عادي جدا لانها تحدث كثيرا وهذا بسبب ان يعني الحكومه راخفه الدنيا وماهيش مزيرة الامور انتم واش راكم في هذا الامر خبروناكم في التعليقات كما راكم تشوفوا رانا شاركنا معكم ابرز عناوين اخبار اليوم ما تنساوش خاوتي الوصايه الله يحفظكم اضغطوا على زر الاعجاب لانه مؤخرا نحتاج الدعم تاعكم بزاف خاوتي شكرا على المشاهده والى اللقاء